أقامت حرائر محافظة عمران حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة الذكرى الستين لثورة 26 من سبتمبر، وفاء وعرفانا لشهداء ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن والشعب والحرية والكرامة. وفي الحفل الذي تخلله عدد من القصائد الشعرية والأناشيد الوطنية والكلمات المعبرة، أكدت جميعها في المضي قدما على نهج ثوار 26 من سبتمبر التي أخرجت الشعب اليمني من ظلمات الجهل والفقر والتخلف إلى نور العلم والحرية والكرامة، مؤكدين أن محاولة ميليشية الحوثي الرجوع بالشعب إلى ذلك المستنقع سيتصدى له الشعب اليمني وجنود الجيش الوطني البواسل. واختتم الحفل بإقامة طبق خيري دعما وإسنادا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل كأقل واجب تقدمه الحرائر نحوهم. لقد عاش أجدادنا بل بعض آباؤنا عصر الحكم الإمامي الكهنوتي الرجعي، وذاقوا مرارة وبؤس وظلم هذه السلالة الكهنوتية الإمامية قرون من الزمان. فكانت ثورة 26 من سبتمبر 1962 ميلادية التي قادها الثوار الأحرار للإباحة بتلك العصابة السلالية الإمامية الكهنوتية الرجعية، فكانت ولا زالت هذه الثورة المباركة التي أخرجت الشعب اليمني من ظلمات الجهل والمرض والتخلف والاستبداد والفقر إلى رحاب الحرية والعلم والنور. تعاود هذه السلالة الإمامية الممثلة في ميليشيات الحوثي المحاولة لتعيد اليمن إلى تلك العصور المظلمة التي وبلا شك لم يكتب لها النجاح بإذن الله تعالى، ثم بيقظة ووعي أبناء الشعب اليمني